أنا سألت الدكتور روسي ليه أنتم متفوقين في العظام والعيون؟ آه قال لي من أيام الحرب العالمية صح. فكان معظمها شظايا وكسور، فابتدينا نتمرن ونبقى أقوياء في هذا المجال. والحروق والتجميل برضه هنا في يعني عشان من أيام 1945 هي دي، عشان كده متميزين جدا جدا. طيب خليني أسألك سؤال بقى، أنت منين؟ من القاهرة؟ من مصر. أنا أصلا من محافظة شرقية ولي الشرف. أحسن ناس، ربنا يخليك. وحضرتك؟ والله أصول العيلة من الصعيد. من الصعيد؟ الله، أنا أول الخط. أنت فين؟ أسيوط. أسيوط. أحسن ناس بقى، بموت فيها أنا في أهل الصعيد. طيب أستاذ أيمن، ولاد عمامنا. نعم، الشرقاوة ولاد عمام الصعايدة. ماشي، هما بيلزقوا لنا بس. الشرقاوة وليا الشرف. لينا الشرف يا فندم. شفت يا أستاذ أيمن مبادرة حياة كريمة؟ طبعا. في الشرقية، إيه رأيك؟ حاجة كويسة جدا إن أنت بتحافظي على المواطن المصري. المواطن المصري محتاج كان من فترة طويلة قوي إن حد يحس بيه، إن حد يطبطب عليه. الشعب طيب. وطبعا لما الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل هذا الموضوع، معظم الناس او تقريبا، ما عاوز اقول معظم الناس، انبسطوا جدا، لقيوا حد بيحس بيهم، عاوز يطور من حياتهم، يطور من عيشتهم. فطبعا حاجه جميله جدا جدا بالنسبه لحياه كريمه. طب زرت القرى اللي دخلت هذه المبادره؟ رحت وشفت، بتابع كل حاجه يعني. حتى في يمكن كل يوم بعمل 30 40 تليفون للشرقية وللقاهرة والأصدقاء وكل الناس، بتابع الموقع، لأن أنا قبل كل شيء أنا مصري. بس قبل ما أكون مصري أنا شرقاوي وبعدين مصري. فلازم أتابع لأن دي بلدي. فعلى طول، وحتى لما بنزل أنا. طب إيه اللي لفت نظرك لهذه المبادرة أو في هذه المبادرة؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، تغيير المجتمع ذات نفسه، تغيير اللي هو فيه الناس، نمط الحياة. طبعا نمط الحياة وتغيير المجتمع اللي الناس ذات نفسها، فدي حاجة كويسة جدا. الناس طالما حاسة بتغيير للأحسن، فدي حاجة بتدي الناس دفعة وحب الوطن. يا جماعة، أهم حاجة في الدنيا حاجة اسمها المواطنة، حب الوطن دوت. يعني عارفة يعني ايه تحب وطنك؟ وبالذات لما في 12 مليون واحد موجودين برا. فأنا بعتبر المواطنة دي أهم حاجة في الدنيا. حب الوطن دوت حاجة جميلة جدا، إنك تحب وطنك وإنك مرتبطة بالوطن اللي انت عشت فيه. يعني أنا بقالي يشوف الفترة دي كلها، بس أنا شرقاوي وحضني مصر بعد 27 سنة. لو 100 سنة ومليون سنة أنا حدني شرقاوي مصري، لأنها بلدي وبحبها. طبعا أنا معاك الغربة، بس أنا ولادي، بس أنا بحب مصر قوي. ويريد كل ال 12 مليون، وأنا واثق إن هم بيحبوها جدا. المواطنة يا جماعة أهم حاجة، وحب الوطن. طب ده يعني أنت شايف إن هو موجود؟ ولا محتاج مجهود او بروتوكول معين يحصل عشان يبقى موجود؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، امسكي حتى الثقافات والغنى بتاع المصريين من زمان، تلاقي بيتكلم على الوطن، حب الوطن فرض عليا. كل ده حب الوطن يا جماعه. أكتر المصريين الفن الزمن الجميل كان كله كده، بس ما فيش كده دلوقتي. لكن في نفس الوقت هتلاقي يعني الجيل اللي موجود دلوقتي ده، انا بحس انه بس مظلوم. مصري، بس مصري. انا بس هي. طب ولادك؟ ولادي مصريين وعارفين يعني ايه مصر، عارفين المواطنه، عارفين يعني ايه المواطنه، وعارف يعني ايه مصر، وعارف الكلام ده كله. لا، وانا ايه، انا بقول لهم. بيتكلموا مصري؟ ابني بيتكلم عربي كويس. تمام. وياسمين بنتي؟ لا ياسمين بتتكلم بنسبه 60%. عندها كم سنة؟ ياسمين 26، بس تتكلم ألماني وإنجليزي. شافوا مصر إزاي؟ وهل نزلوا آخر مرة إمتى؟ لا، من فترة طبعا، لأن الأحداث اللي حصلت في مصر فكنت أنا خايف عليهم وكده. لكن هم طبعا بيحبوا مصر. أنهي أحداث؟ الأحداث من 2011 والفترة اللي فاتت طبعا. لكن هم دلوقتي عارفين يعني، حتى لما تقولي له مثلا مين الرئيس، ربنا لا يعودها أبدا. لا الحمد لله رب العالمين. لما تقولي له مين الرئيس، عارف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
عارف هو بيشجع نادي ايه طبعا, بيحب مين, عارف يعني ايه اهرامات, عارفين يعني ايه شرم الشيخ, عارفين يعني ايه القاهره, عارفين يعني ايه اسكندريه, كل ده عارفينه وعارفين. طب مش هتاخدهم بقى مصر الفتره دي؟ هناخدهم خلاص. بس هو كان ياسين عنده امتحانات وكان في شغل طبعا لمامتهم, مامتهم بتشتغل طبعا مدير مالي يعني شركه مصريه. فالحمد لله رب العالمين. لكن احنا هنا حتى بنعلم المصريين, حتى الطلبه اللي هنا هوت عارفين وطنهم, لان تعلمهم المواطنه طبعا. وبعدين الطلبه برضو انا عاوز اشكر واحد المستشار الثقافي حقيقي عامل شغل جامد معاهم, الدكتور السرجاني لو في حاجه. طبعا كل واحد بيبص بنظرته هو, لكن في حاجات على حسب القانون والمتاح بيتعمل. والسفارة طبعا المصرية يعني السفارة معالي السفير نزيه النجاري اي حاجة حقيقة مدي تليفونه الشخصي لأي واحد عاوز. انا شفت ده بعيني الحقيقة, اي موقف كده حصل والحقيقه شفت له يعني رد فعل دفاع عن المصريين بحكم منصبه. انا ما شفتش حد وما اعتقدش ان في حد ممكن يعمل زي ما هو عمل.